السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة معلومات وفنون. إن شاء الله النهاردة هنعمل الجزء الثاني من الأباجورة أو العمود أو القاعدة بتاعة الأباجورة. معلش الجزء الأولاني أنا كنت عايزة أكمل لكم جيها للآخر، بس أنا لما صبعي اتعور ما قدرتش أمسك الخيط طبعا، فأنا كنت عاملة فيها جزء كده، كنت عاملة لغاية هنا 4 وحدات يعني 9 صفوف، فانا كملتها. انا كنت عايزه اعملها اقل من كده، لقيتها قصيره جدا على ما اركب فيها الطربوش بتاعها، فلقيتها قصيره جدا. فانا بص هنا عملتها زي ما نعد مع بعض كده اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، عملتها 20 غرزة رباعية زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. عملنا هنا دوت 16 غرزة رباعية، 15 وقفلنا بال16، وبعد كده طلعنا بيها رباعية بالطريقة اللي انا شرحتها لكم المرة اللي فاتت، بحيث تديني ايه منظر الوردات دي. هي اما طلعت بصراحة طلع منظرها جميل جدا. عملت هنا قلنا الوحدة دي او الوردة دي بتتعمل من صفين كاملين، فاحنا عملنا كام صف؟ 9 صفوف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 وردات دول او 9 صفوف دول عاملين ايه؟ عاملين 18. وهنا واحدة سودة وهنا واحدة سودة. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل في شغل هنا هنعمله في العمود بتاع الاباجورة من فوق، وعايزين نعمل شغل العمود من تحت اللي هي القاعدة. خلينا في الجزء اللي فوق، يا رب تكون باينة كده اهي. هنا انا عايزه الاول هنا هعمل ايه؟ عايزه اوسعها من هنا، اعمل غرزه توسعه علشان نركب عليها الطربوش. بس واحنا بنعمل غرزه التوسعه عايزه اعمل غرزه هنا رباعيه على 2 في الزاويه من جوه، واحنا شغالين كده هنعملها مع بعض دي عشان ايه؟ عشان لما اجي احط الدويل يبقى ماسك نفسه. بص هنا هنعمل ايه؟ انا كده بعد ما خلصت شغل، ثواني مش باينه كده، اقلبها اهي. بعد ما خلصت الشغل هنا جيت عملت ايه؟ عديت الخرستين، الخيط من الخرستين اللي على الحرف دول اللي هم واخدين الزاويه، وعملت عليهم 4 على 2، وجيت طلعت الخيط تاني وعديته من هنا بحيث يبقى طالع منين؟ من الخرزات دي. او حتى بص هنا كده هنعملها غرزه عكس اعكاس عشان تبقى الخرزية طالعة محكمة منين اهي. بص هنا هرجع دي هنا اهو كده، ونرجع دي عكسها بحيث خرزتي الخيط يبقى طالع من الخرزية بالظبط عشان الشغل يبقى معانا مظبوط. طلع عديها كده اهي، وهنبتدي مع بعض ان شاء الله الجزء الثاني دلوقتي، وهنسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفكركم تعملوا لنا اعجاب بالفيديو وتفعلوا زر الجرس، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ونورتونا باذن الله. اهو احنا كده عايزين نعمل غرزه التوسعه. اولا هنيجي نعمل هنا، نمشي كده هنعمل غرزه رباعية عادية. عايز تعمليها بالاسود لان هي دي اصلا بتبقى مدارية، فممكن لو عملتيها بالاسود مفيش مشكلة. هنعملها بالاسود هنا بحيث احنا في الطربوش بتاعنا او الشابو هنستخدم اللون الفوشيا اكتر. 3 خرزات زي ما احنا متعودين نشتغلوا الغرزة الرباعية بتاعتنا العادية اهي. حطينا 3 خرزات على 1، وهنعدي الخيط بتاعنا وهنضيف خرزتين خرزتين لغاية اخر الصف ده كده، وهوريكم هنعمل ايه. بص انا عملت هنا غرزة رباعية اهي، صف اهو تاني اهو، احنا هنقلبه كده لبره. هنيجي نعمل هنا ايه؟ ناخد 3 خرزات في الفتلة اللي فوق
هنلضم 3 خرزات كده، ونيجي هنا نرجع في نفس الخرزايه ونبعين ناخد الخيط بتاعنا. احنا كده ما مشيناش غرزه في ارض، نقلب الشغل كده اهي كده، عطتني غرزه زياده شدها كده، اجي بقى امشي الخيط منين؟ من الخرزايه اللي تحت. عايزين نعمل ايه بقى؟ احنا قلنا بناخد الزاويه بتاعتنا دي، فانا هعمل ايه؟ الفتله اللي تحت اللي انا مشيتها دي هلضم فيها خرزتين كده، واجي هنا كده، وارجع الخرزيه الاولانيه اللي هي واخده الزاويه الثانيه كده، وارجع بالخيط بتاعي امشي فيها كده، ونرجع في نفس الخرزايه هي هي كده. انا ما عملتهم الاثنين بفتله، كل يعني كل ده مع الشغل ضمنت ان دي هتبقى ثابته اهي كده. نشد كده مع الشغل بتاعنا، هي يا رب تكون كده واضحه عشان هو كله اسود بس معلش مش واضحه اهي. احنا كده عملنا غرزه التوسيع اهي، وهنا اهي باينه، عاملين هنا واحده وهنا واحده، دي ماسكه نفسها اهي. دي لسه لما نشد الشغل دلوقتي الغرزه اللي بعدها هنشدها كده، هتبص لها ماسكه نفسها. فمع كل زاويه جوه هنعمل غرزه رباعيه على 2. هنكمل الشغل بتاعنا بالمنظر ده، 4 غرزة رباعية، ونيجي عند الزاوية هنعمل من جوه غرزة رباعية على 2، وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم كده بعد ما خلصنا كده دي الراس بتاعت العمود اهي، زي ما انتم شايفينها كده عملنا لها غرزة طايرة. زي ما بقول هنا، عايزة بس اوريكم القاعدة اللي احنا عاملينها للدويل اهي، مع كل زاوية عملنا 4 على 2 عشان المكان يضيق شوية عشان يتحط فيه الدويل. نيجي بقى عند ايه؟ القاعدة بتاعتنا. هنعمل نفس الخطوة اللي عملناها فوق، غرزة رباعية توسعة. يعني هنعمل هنا 4، ونيجي عند الزاوية بنعمل غرزة توسعة. هعملها لكم وارجع لكم تاني. وعملنا مع بعض اهو القاعدة، قلنا غرزة اهي كده، طبعا هي فوق زي تحت بس من قلنا نختلف فوق بس ان احنا من ايه بنقفل من جوه اهي. عملنا غرزة توسعة، وهنا غرزة عشان الغرزة الطايرة اللي هنا. بعد كده هننزل غرزة رباعية باللون الفوشيا 4 على 1 عشان نعمل غرزة واقفة. هنعمل كده غرزة رباعية اهي، بنلضم 3 خرزات، عدينا الخيط من خرزية، بنلضم 3 خرزات ونعمل العقدة بتاعتنا ونشد كده. بعد كده هنعدي 2 2، كل مرة هنضيف خرزتين، وفي اخر لغاية ما نلف الدايرة كلها ما بنزودش حاجة، بنشتغلش 4 على 2، ما بنعملش غرزة توسيعة، بنشتغل بزي ما هي كده. كل مرة هنزيد خرزتين خرزتين لغاية اخر خرزة بنلاقي نفسنا هنزود خرزية واحدة. هقفل الدور ده وارجع لكم. وعملنا اهو الصف الرباعي الواقف باللون الفوشيا، هنشوف منظره كده اهو اهي، واقفة كده. هنعمل واحد تاني طالع لبره زي ما عملنا هنا صف واقف ونايم بالاسود، هنعمل هنا صف واقف ونايم بالفوشيا. يعني هنعمل صف هنا توسيعة، او يعني توسيعة يعني هنزود هنا غرزة طايرة. هنعملها كده عشان نشوف القاعدة بتاعتنا ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني هنا بعد ما عملنا هنا في القاعدة غرزة نايمة وغرزة واقفة وغرزة نايمة. بس هنا طبعا زي ما انتم شايفين حجم العمود عامل ازاي، وطبعا لسه هنركب عليه الشابو. فالقاعده دي
مش هتبقى شايلاه او مش هيبقى متزن. فهنعمل ايه؟ هنعمل تاني هنا غرزة واقفة تاني بالاسود، برضو غرزة رباعية، غرزة واقفة. احنا قلنا قبل كده الغرزة اللي هي الواقفة بالرباعية اللي هي كل واحدة عليها غرزة رباعية، ما بنعملش لا توسعة ولا تضييق ولا 4 على 2، 4 على 1 داير ما يدور. هنعملها ونرجع لكم تاني. وعملنا كده الصف الواقف اهو الاسود، هنعوز نعمل كمان صف نايم لبره زي كده. عملنا هنا واقف بامبي وطلعنا بنايم، هنعمل هنا برضو بعد ما عملنا الواقف ده هنطلع بيه واحد تاني نايم. نايم يعني هنعمله فيه غرزة توسعة عشان نظبط كده القعدة بتاعتنا وتمسك كده وتبقى حلوة. انا هكملها ان شاء الله ونشوف بقى الباقي في الجزء الثالث بإذن الله، نوريكم هي القعدة شكلها عاملة ازاي، ونكمل الشابو بتاعنا ونركبوه مع بعض بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.